يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد دايما معنا أخبار كتير سواء بتتعلق بالأخبار المحلية أو أيضا الأخبار العالمية، ويمكن في أخبار عالمية النهاردة مهمة جدا، مفاجآت كبيرة جدا بالتحديد لنجوم ريال مدريد، لكن هنتكلم عن الأخبار واحدة واحدة. خلينا كالعادة نبتدي بأخبار النادي الأهلي، وده أكيد أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، كل ما يخص النادي وكل الجديد في داخل جدران النادي الأهلي. الخبر الأول معنا هو الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق مجلس الإدارة. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام، ودي أكيد خطوة مهمة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي عشان يتم إغلاق بقى هذا الملف، والنادي الأهلي أكيد مش هيسيب حقه بأي شكل من الأشكال، وبالتحديد كمان من خلال الإجراءات القانونية. ده الطبيعي وده اللي اعتدنا عليه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أعيد عليكم الخبر مرة تانية لأنه خبر غاية في الأهمية بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي، وده بيان من قبل مجلس الإدارة مش مجرد خبر، مجلس إدارة النادي الأهلي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام، وأكيد أنتوا كلكم تابعتوا وشفتوا الدنيا كانت ماشية إزاي. فخطوة أكيد مميزة ومهمة جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي أكيد كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي عندهم ثقة كبيرة جدا في هذا المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب في عدم التخلي عن حق أو أي حق من حقوق النادي الأهلي في مختلف المجالات، بس مش في الأزمات الأخيرة. نخش على الخبر او على خبر اخر وخاص بالنادي الاهلي وفريق اول لكره القدم، اللي من خلال يوم السبت القادم هيكون في معسكر مغلق اخير بالنسبه للفريق في اطار استعداده للمرحله الهامه جدا المقبله من خلال مباراه تاونشيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 17 وهتكون في الجوله الثالثه من دوري المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للفريق، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي اول مباراتين يعني اتعادل مع الترجي 1-1 في برج العرب، خسر من كامبالا سيتي 2-0 في اوغندا، فبالتالي موقف صعب شويه، بالتالي في تركيز كبير جدا من اللاعبين، اللاعبين مدركين مدى اهميه هذه المرحله بالنسبه للنادي وبالنسبه للجماهير، فاكيد ان شاء الله يوم السبت هيكون في معسكر اخير للنادي الاهلي يستعد من خلاله لهذه المباراه الهامه. لكن خلينا نتكلم بالتحديد عن المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي، وكان معسكر يمكن ناجح نسبة كمان تفوق 100%، لأن بصراحة كل الإمكانيات وكل المتطلبات اللي كان بيطلبها الجهاز الفني في فترة مهمة زي دي كانت متوفرة بشكل كبير جدا في كرواتيا، سواء من حيث فندق الإقامة، من حيث كمان ملعب التدريب كان رائع. المكان ده بالتحديد اسمه زفيتي مارتينا موري في كرواتيا، المكان ده اللي كان بيقام عليه معسكر المنتخب الكرواتي اللي بيتألق في كأس العالم قبل انطلاق البطوله، المنتخب الكرواتي كان هناك ومعسكر هناك بشكل قوي، فبالتالي الامور هناك كانت هاديه جدا، الاجواء جيده جدا، حتى المناخ كمان درجه الحراره باقصى حاجه خالص كانت بتبقى 26-27 درجه مئويه، فالمناخ كان جيد جدا ومناسب وملائم بالنسبه للاعبين. الحاله او حاله التركيز الخاصه بلاعبي النادي الاهلي كانت واضحه جدا خلال المعسكر ده، كله مدرك اهميه البطوله الافريقيه، اهميه الموقف او خطوره كمان الموقف الصعب بالنسبه الفريق في البطوله الافريقيه، فبالتالي كان واضح عليهم جدا الجديه، التركيز، الطموح، والطموح دي نقطه مهمه جدا. كل لعيبه النادي الاهلي يمكن او معظم الموجودين دلوقتي الناس دي حققت بطولات كتير جدا بالنسبه للنادي على مدار السنوات المقبله، في بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا جداد، بعض اللاعبين الشباب اللي ممكن يكونوا متصاعدين مع النادي الاهلي في الفتره دي، دول ما حققوش لسه بطولات مع النادي الاهلي، فبالتالي سواء اللعيبه القدامى اكيد عندهم طموحات مختلفه وطموحات كمان شخصية بيفكروا فيها وعايزين يحققوها، وده شيء إيجابي إن هم يجدوا دافع جديد بالنسبة لهم يحمسهم لتحقيق البطولات ومزيد كمان من البطولات بالنسبة لهم وبالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا اللاعبين الصغار اللي عايزين طبعا يحفروا اسمهم في تاريخ النادي من خلال تحقيق البطولات كالعادة، وده اللي متعودين عليه من أبناء النادي الأهلي. فبالتالي كان معسكر جيد وكل شيء كان بيتمناه الجهاز الفني، اللاعبين كان مميز جدا. خليني أقول لكم طبعا المعسكر كان
على مدار 8 ايام. الفريق كمان خلال المعسكر لعب مباراتين وديتين مهمين جدا، وكان شكل مميز جدا. تألق عدد من لاعبين المباراه الاولى او المباراتين كانوا بالتحديد في سلوفينيا. المباراه الاولى كانت فريق اولمبيا السلوفيني، وده فريق مميز وبالمناسبه هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا بس في الادوار التمهيديه، فبالتالي كان بيستعد كمان هو من خلال مواجهه النادي الاهلي. كانت مباراه قويه وانتهت 1-1، وليد سليمان اللي كان جاب جون النادي الاهلي. المباراه الثانيه كانت امام فريق كراسوندار الروسي، وايضا مباراه اقيمت في سلوفينيا وكانت مباراه مميزه جدا وخلصت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 5-1، وايضا تالق عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراه. ومستر باتريس كارتيرون بالتحديد وكابتن محمد يوسف يمكن استقروا كمان بشكل كبير جدا على التشكيل اللي ممكن يبتدوا بيه مباراه فريق تاونشيب، وكانت فرصه مميزه جدا من خلال المعسكر من خلال المباراتين دول ان هم يستقروا على نسبه تفوق ال 95% ان لم تكن وصلت كمان لنسبه 100% في التشكيل الاساسي اللي هيبتدي هذه المباراه. دي كمان الاستراتيجيه اللي هيلعبوا بيها او السيناريو اللي هيلعبوا بيه من خلال مباراه تاونشيب، وبالتحديد كمان التغييرات في نص في الشوط الثاني، الامور التكتيكيه الامور الخططيه اللي اتمرنوا عليها بشكل مميز جدا في المعسكر الخارجي في كرواتيا. فبالتالي الامور كانت ناجحه، الامور كانت جيده. المباراه الثانيه بالتحديد خلصت 5-1، تالق بشكل ملفت بصراحه يعني وليد سليمان اللي معانا على الصوره دلوقتي ده جاب جون ثاني جدا، جون ثاني مهم ومميز جدا جدا في المباراه كانت مع نهايه الشوط الاول، و تألق. والجميل ان اللاعبين الكبار بيتألقوا فبيدوا دافع كبير جدا للاعبين الصغار او اللاعبين اللي لسه عايزين يحققوا حاجه مع النادي الاهلي، لما يشوفوا الكبار زي امثال طبعا وليد سليمان، حسام عاشور، شريف اكرامي، سعد سمير، عدد كبير جدا، احمد فتحي، علي معلول، عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي الكبار بيتألقوا وبيشتغلوا بشكل مميز جدا. فبالتالي ده دافع قوي للاعبين اللي لسه ما حققوش بطولات مع النادي الاهلي، وطالما هم في النادي الاهلي يبقى ان شاء الله اكيد هيحققوا. فبالتالي ده شيء مميز وايجابي جدا من اللاعبين الكبار. وخلينا اقول لكم ان دايما كان في جلسات مستمره سواء من الجهاز الفني مع اللاعبين او كمان مع اللاعبين الكبار بالتحديد، واللاعبين اللي هم يمكن لسه جداد شويه في النادي الاهلي او اللي لسه عندهم طموح لتحقيق الكثير والكثير مع النادي الاهلي. والجلسات كانت مهمه جدا بالنسبه لهم عشان يكتسبوا المزيد من الخبرات من خلال الناس المميزه واللي حققوا او اللاعبين المميزين اللي حققوا بطولات مع النادي الاهلي. فبالتالي المعسكر كان متكامل ومعسكر كان جيد جدا وناجح كمان جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن بعض لاعبي النادي الاهلي واللي اثير عليهم لغط خلال الفتره الماضيه، وده شيء مهم. واحنا عارفين دايما اي لاعب بيبقى متواجد في النادي الاهلي بيبقى الكلام عليه كتير. النادي الاهلي بشكل عام دايما لازم الكلام بيبقى عليه كتير، ليه؟ لان هو النادي رقم واحد في افريقيا، نادي القرن الافريقي. فبالتالي الحديث لازم او وسائل الاعلام لازم تتكلم على نادي بحجم النادي الاهلي، عن فريق لكره القدم زي فريق النادي الاهلي، فريق كبير جدا. فبالتالي طبيعي جدا يكون في كلام على بعض اللاعبين. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن وليد ازارو، مؤمن زكريا، احمد فتحي. وليد ازارو كتير الناس كانت بتقول خلاص وليد ازارو ماشي رايح فريق فورتشن الصيني، عرض مميز وصل للنادي الاهلي. لكن خلينا اقول لكم الكواليس بالظبط. يمكن النادي الاهلي من خلال العرض ده لما جاله شاف مصلحته فين ومصلحه وليد ازارو، وجلس مع اللاعب من خلال الاول كابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون، ابلغوا الموافقه للجنه الكوره ان هم موافقين على رحيل وليد ازارو. لجنه الكوره مجلس اداره النادي الاهلي حطوا رقم معين، رقم معين ده جه اهلا وسهلا هيمشي وليد ازارو، ما جاش الراجل عنده عقد هيستمر مع النادي الاهلي. لكن فيما يخص وليد ازارو، الراجل كان سايب الموضوع لمجلس اداره النادي الاهلي، التفاوض وكل الامور دي خاصه بالمجلس، النادي بيشوف اكيد مصلحته وايضا بيشوف مصلحه اللاعب. فوليد كان مركز بشكل كبير، هو ما كانش بيتمرن بشكل جماعي مع الفريق، وده كان قرار من الجهاز الفني عشان تحسبا لرحيل وليد ازارو، وده كان قرار طبيعي ومميز لان الجهاز الفني بيبقى محتاج كل اللاعبين في قمه التركيز في مرحله مهمه زي دي. بالتالي وليد ازارو خرج عن التركيز شويه فكان ليه بعض التدريبات المنفرده. لكن بالنسبه لوليد نفسه، الراجل خلاص طالما الموضوع اتقفل، مفيش فورتشن الصيني، مفيش احتراف، مفيش خروج من النادي الاهلي، خلاص هو دلوقتي مركز مع النادي الاهلي، مركز مع زمايله ان هم لازم ان شاء الله يحققوا بطولات جديده للنادي الاهلي، ولعل اهمها طبعا البطوله الافريقيه واللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظرها بفارغ الصبر بعد غياب 5 سنين، بطوله مفضله بالنسبه لكل الجمهور. التاهل كمان لكاس العالم ليه طعم تاني، فوحش جمهور النادي الاهلي هذه الجزئيه. فبالتالي وليد خلاص
نقفل صفحه وليد والكلام عن وليد ازارو. اللاعب مركز بنسبه 100%. الفتره الجايه ان شاء الله اكيد الجهاز الفني هيبتدي يحطه في حساباته، يجهزه من الناحيه الفنيه. هو بدنيا جاهز، لكن هيتم تجهيزه بقى من الناحيه الفنيه، يعود للتدريبات الجماعيه اكيد مع النادي الاهلي عشان يكون لائق للمشاركه في المباريات الرسميه المختلفه بالنسبه للفريق، واهمهم مباراتي فريق تاونشيب سواء يوم 17 او يوم 27. دي قصه وليد ازارو ونغلقها تماما. نروح لمؤمن زكريا. مؤمن زكريا الكلام دايما عليه كتير، من اللاعبين اللي كل شويه الاعلام يتناول قصه مؤمن زكريا، مؤمن زكريا عايز يمشي، مؤمن زكريا جاري العروض، مؤمن زكريا مش عايز يكمل في النادي الاهلي. لكن لا، يمكن كان في عندنا كمان لقاء عملناه مع مؤمن زكريا في المعسكر ورد على كل هذه الاستفسارات وجاوب على كل جمهور النادي الاهلي في هذه الجزئيه بالتحديد. مؤمن زكريا اتكلم وقال ان هو مبسوط داخل النادي الاهلي، قال كان في عروض جات للنادي الاهلي، وانا دايما ببقى سايب الامور لمجلس اداره النادي، وخصوصا ان انا متواجد في نادي كبير جدا زي النادي الاهلي. فبالتالي لما كان في فرصه ان انا اخرج اعاره، ده كلام مؤمن زكريا، لما كان في فرصه ان انا اخرج اعاره من خلال النادي الاهلي وبعد ما موافقه النادي الاهلي، شافوا مصلحه النادي ومصلحتي فين، وافقوا خرجت اعاره لفريق اهلي جده لمده 4 شهور. خلصت الاعاره، في عروض تانية النادي شاف ان هو محتاجني في الفتره دي، خلاص انا مكمل مع النادي الاهلي وهساهم بشكل كبير جدا في بمجهودي في تحقيق البطولات مع النادي الاهلي. فده قصه مؤمن زكريا، لا الراجل رايح حته ولا مضى في حته، وما ينفعش اصلا يمضي وهو عنده عقد مع النادي الاهلي، ولا كمان بيفكر في الرحيل. ومؤمن زكريا احد ابناء النادي الاهلي في الاساس يعني، فمتربي اكيد تربيه جيده جدا داخل النادي الاهلي، فالراجل اكيد مركز ومستمر جدا مع الفريق خلال المرحله المقبله. يبقى ادي وليد ازارو، مؤمن زكريا، الامور منتهيه، يعني نتمنى ان ما حدش يتكلم في هذه الجزئيه خلال الفتره الجايه، خصوصا الفريق داخل على مرحله مهمه. بالنسبه لاحمد فتحي، دايما برضو الكلام على احمد فتحي بيبقى كتير، لاعب مهم. احمد فتحي ده يعني صراحه لعب في كل البطولات اللي ممكن تتخيلها، كاس عالم انديه، كاس عالم منتخبات، القارات، بطوله القارات مع المنتخب، الاولمبياد في لندن، كل البطولات اللي ممكن تتخيلها شارك فيها احمد فتحي وتالق بشكل كبير جدا. لكن الكلام دايما على احمد فتحي انه ايضا هيرحل النادي الاهلي، وانه مضى في المكان الفلاني، وان هو مش مبسوط وفي مشاكل ماديه ومشاكل. طب هو راجل منتظم في المعسكر ازاي؟ يعني اكيد طالما هو يعني حابب ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، طب ما الراجل راح المعسكر وكان بيشارك في المباريات البدايه، المباراه الاولى ما لحقش، كان لسه جاي، فبالتالي كان لسه بيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه، لكن المباراه الثانيه شارك بشكل مميز جدا وبيؤدي بمجهود كبير جدا وعنده طموح، رغم انه حقق طموحات كتير جدا، لكن دايما عنده طموح وعنده المزيد بالنسبه لاحمد فتحي، ولاعب عنده روح كبيره جدا. فبالتالي اكيد كلام غير صحيح ما يقال على احمد فتحي، واللاعب مركز بشكل كبير خلال الفترة الجاية مع الفريق علشان يحقق المزيد من البطولات الشخصية والبطولات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. وأحمد فتحي من اللاعبين يعني اللي دايما بيخشوا في تشكيلة أفريقيا، رغم وجود محترفين كتير جدا في مركزه بره أفريقيا، لكن الراجل دايما بيبقى متواجد في التشكيل الخاص بالكاف مع نهاية كل موسم. فبالتالي لاعب مهم سواء هو أو أزارو أو مؤمن زكريا. في كلمة كمان مؤمن زكريا قالها بالتحديد، وهي إن أنا ما حققتش بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، فهو حلمه او هدفه الاساسي هو حقق كل البطولات، ناقص له بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، ودي هتخليه ان شاء الله ان هو ينافس او ياخد، يحاول ياخد كمان بطوله السوبر الافريقي، فهدف بالنسبه له مهم جدا. كل لاعب ليه اهداف شخصيه، وكل لاعب بيتمنى خدمه الفريق وتحقيق الاهداف الجماعيه في النهايه بالنسبه للنادي الاهلي. مثلا حسام عاشور احد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي، مش هيتنسوا طبعا، الراجل ده حقق بطولات قد كده مع النادي الاهلي، 32 بطوله تقريبا لحسام عاشور. ماكسويل اللاعب البرازيلي اللي شارك مع عديد من الانديه سواء باريس سان جيرمان، انتر ميلان، اي سي ميلان، برشلونه، الراجل ده لعب في انديه كتيره جدا وحقق حوالي 35 او 36 بطوله، هو تشافي هرنانديز لاعب برشلونه السابق. فحسام عاشور حاطط لنفسه هدف ان هو يتخطى الناس دي، اكثر لاعب في العالم تحقيقا للبطولات. فدي اهداف شخصيه ودوافع شخصيه دايما بيحاول اللاعبين ايجادها لنفسهم عشان ان شاء الله طموحهم يتجدد، وان شاء الله في النهايه الامور كلها تصب في مصلحه جمهور النادي الاهلي اللي دايما ما بيرضاش غير بتحقيق البطولات. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني خلال المرحله المقبله في تحقيق كل طموح الجمهور، وان شاء الله المساهمه في الفوز بمختلف البطولات بالنسبه للنادي الاهلي، واهمها ان شاء الله البطوله الافريقيه، واللي كل الجهاز الفني، اللاعبين، المجلس الاداره،
والجمهور كمان عندهم امال كبير جدا في هذه البطوله رغم البدايه السيئه. حصلت في 2013 بعد ماتشين كان عندنا نقطه، كان في تواجد كابتن محمد يوسف مدير فني، في النهايه خدنا البطوله، اخر بطوله خدها النادي الاهلي البطوله الافريقيه في 2013. فان شاء الله يتكرر نفس السيناريو، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي، نعدي بس المباراتين دول، ست نقاط هيكونوا مهمين. يجي لنا كامبالا سيتي هنا نكسبه كمان 9، يبقى عندنا 10 نقط، يبقى مصلنا الترجي هناك في رادس وملعب المفضل بالنسبه لنا. فان شاء الله الامور هتبقى جيده بالنسبه للفريق. بعد انتهاء المعسكر الخارجي النهارده الفريق راح، هم الفريق وصل اليوم الساعه 2:30 صباح اليوم يعني الفجر، والنهارده راحه للفريق، بكره اجازه، او النهارده راحه واجازه الفريق، بكره ان شاء الله هيستنفوا التدريبات من خلال تدريبات مسائيه الساعه 6 بالتحديد في استاد مختار التتش، وهتستمر التدريبات حتى ميعاد المعسكر اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت استعدادا للمباراه اللي هتكون يوم 17. كل التوفيق للنادي الاهلي من خلال الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، الراجل مميز جدا بصراحه، وكابتن محمد يوسف ايضا المدرب العام ومدير الكره، وايضا اللاعبين، الراجل كان مركز جدا مع اللاعبين خلال المعسكر، ويعني الواحد بصراحه حس بيه او لمس الحب من اللاعبين للمدير الفني، وده شيء دايما مهم جدا، شيء دايما مهم جدا ان يكون في حاله من التفاهم والحب ما بين اللاعبين والمدير الفني، وكان بيتكلم كتير جدا مع اللاعبين، وده ان شاء الله هيكون بدايه طريق النجاح بالنسبه للنادي الاهلي، وهيبان اكيد داخل ارضيه الملعب من خلال بعض الامور التكتيكيه والاداء اللي ان شاء الله هيكون جيد جدا من النادي الاهلي خلال المرحله المقبله. ده طبعا كانت اخبار النادي الاهلي واللي تتمثل في فريق الكره، لكن خلينا نروح لخبر اخر وايضا يخص النادي الاهلي، هو تكريم ابطال سباحه البحر المتوسط خلال بطوله المنطقه. شهدت بطوله المنطقه للسباحه اللي بيستضيفها النادي الاهلي في مدينه نصر خلال الفتره اللي فاتت تكريما لابطال السباحه في مصر واللي شاركوا في دوره العاب البحر المتوسط، واللي اقيمت مؤخرا في مدينه تراجونا الاسبانيه، واللي يمكن بصراحه مصر حققت فيها ميداليات كتير جدا ومميزه بشكل كبير جدا. اتحاد السباحه ومنطقه القاهره وكمان اسره السباحه في النادي الاهلي كانوا حريصين بشكل كبير جدا على اقامه تكريم للثلاثي علي خلف الله سباح النادي الاهلي، وفريد عثمان سباحه نادي الجزيره، وايضا عبد الرحمن سامح سباح نادي التوفيقيه بعد ظهورهم المشرف خلال الدوره. خلف الله يمكن نجح في الفوز بالميداليه البرونزيه في منافسات 50 متر سباحه حره في دوره العاب البحر المتوسط، ده لاعب النادي الاهلي واللي رفع راسنا وراس مصر اكيد في كل مكان، ورفع العلم المصري من خلال تحقيق هذه الميداليه البرونزيه الهامه، فاكيد كان شيء مهم وخبر مهم. لكن نروح لخبر اخر وهو تكريم الرئيس السيسي لابطال دوره العاب البحر المتوسط، وده كان النهارده من خلال استقبالهم صباح اليوم، والبعثه كمان اللي شاركت في بطوله البحر او دوره العاب البحر المتوسط باسبانيا خلال الفتره الماضيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي كرم ابطال الدوره دي واللي احرزوا ميداليات في مختلف الالعاب بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه ورئيس الاولمبيه المصريه. البعثه زي ما احنا عارفين يمكن حققت 45 ميداليه متنوعة مقسمة إلى 18 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، فبالتالي أكيد كان شيء مميز جدا وشيء مهم تكريم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأبطال، وده أكيد بيبقى دافع معنوي بالنسبة لهم لتحقيق المزيد دايما من خلال ميداليات كثيرة إن شاء الله في مختلف البطولات. علشان كده وفي نفس السياق ده خلينا نروح نستقبل على التليفون اللاعبة جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي. يا جيانا مساء الفل عليكي. مساء الخير. تحياتي ليكي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أنا تمام. يعني كلمينا شوية. تقدري تأدي بشكل مميز ده وفي الآخر تجيب لنا كمان ميدالية مميزة. والله أنا بالنسبة لي ممكن أكون مش مبسوطة قوي بالميدالية الفضة، يعني كان نفسي تبقى ذهب، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إحنا بنستعد للدورة دي بقى لنا 3 شهور تقريبا. يمكن بس كان ليها ظروف خاصة بالنسبة لي شوية، إن هي جت في فترة امتحانات. تمام. فكان الموضوع بالنسبة لي صعب إن أنا أذاكر وأتمرن. كمان عشان كنا في رمضان، فده كان برضو مأثر علينا، كان مخلي وحدات التدريب بتاعتنا أقل وقتها حتى أقل. أكيد. فكنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر.
كنت بحاول اتمرن على قد ما اقدر، والحمد لله يعني ربنا كرم بفضيه، خسرت الماتش في اخر ثانيه مع اني كنت كسبانه، بس الحمد لله ده نصيب. يعني انت مش راضيه عن الميداليه يا جان؟ هو الحمد لله طبعا، بس اكيد يعني هو بصراحه شيء كويس جدا منك ان انت يعني مش ده طموحك ان انت بس تحققي مركز ثاني او ميداليه فضيه، لا طموحك دايما الميداليه الذهبيه، وده اللي انت اكيد اتعودتي عليه من خلال تواجدك في النادي الاهلي. فانا مبسوط جدا بالكلام ده، لان انت ان شاء الله ده يكون دافع بالنسبه لك خلال الفتره المقبله. انت بتقولي كمان ان الاستعدادات قبل البطوله ما كانتش قويه قوي بسبب شهر رمضان، وده كان شيء طبيعي، لكن ان شاء الله الميداليه دي هتكون دافع ليك لتحقيق القاب وبطولات كتيره، وخصوصا انت حققتي وانت بطله عالم في الاساس وحققتي 8 بطولات عالم، فبالتالي يعني ان شاء الله منتظرين منك المزيد دايما. يا رب، انا ان شاء الله هحاول اعمل عليا اكتر من كده الفتره اللي جايه، وهحاول بقى اعوض اللي فاتني من التدريب في الوقت اللي فات، وان شاء الله في البطولات الجايه نعمل نتائج احسن كده ان شاء الله باذن الله. طيب جيانا، يعني النهارده كان تكريم الرئيس السيسي بالنسبه لك وبالنسبه للحسا واللي حققوا ميداليات او ميداليات اكيد، قولي لي ده بيمثل لك ايه في حد ذاته؟ طبعا احنا كنا في غايه السعاده النهارده، يعني انا يعني ما توقعتش بصراحه ان يحصل تكريم رئاسي او تكريم رئاسي بالسرعه دي. فلما بلغونا من يومين تقريبا بموضوع التكريم دوت، انا انبسطت جدا. شفت ان هي لفته حلوه من سياده رئيس الجمهوريه ان يكرم الابطال كلهم اللي راجعين بميداليات. دي حاجه لينا احنا معنويا كويسه، يعني هتخلينا نشد اكتر علشان خاطر نجيب بطولات اكتر، فيحصل اكتر من يعني اكتر من تكريم قدام. فالحمد لله كان كله مبسوط النهارده، وكنا كلنا سعداء ان احنا يعني اللي احنا عملناه او المجهود والانجاز اللي احنا عملناه بيتوج في الاخر بتكريم رئاسه الجمهوريه. اكيد شيء مميز ودافع معنوي بالنسبه لكم كبير جدا، لكن بالنسبه لك جيانا على المستوى الشخصي الفتره الجايه بتستعدي لبطولات ايه، والمشاركات اللي هتشاركي فيها وهتستعدي كمان ليها ازاي؟ عندنا ان شاء الله في اخر شهر 8 بطوله افريقيا، ودي بطوله عليها سكور كبير مؤهل لاولمبياد 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. وعندنا ان شاء الله في شهر 11 بطوله العالم للكبار، برضو عليها سكور كبير، وبنسبة كبيرة يعني اللي هيجيب في الاثنين دول هيبقى موجود ضمن أولمبياد 2020 إن شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا جيانا. طبعا جيانا فاروق لاعبه الكاراتيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبطله مصر وبطله العالم كمان، حققت بطولات عالم كتير جدا، وقدرت في دوره العاب البحر المتوسط ان هي تحقق الميداليه الفضيه، وبطله بيعقد عليها المصريين كلهم امال كبيره في مختلف المشاركات اللي بتشارك فيها مصر واكيد كمان النادي الاهلي. كل التوفيق لجيانا خلال المرحله المقبله، منتظرين دايما منها كل المزيد. نروح لخبر اخر ويخص وزاره الشباب والرياضه، والنهارده كان ليهم مؤتمر صحفي من خلاله كان بيعلنوا على الاليه الخاصه بهم والاستراتيجيه الخاصه بهم خلال المرحله المقبله في مختلف المجالات ومختلف الاشياء المقبله. طبعا اكيد شيء مهم من وزاره الشباب والرياضه والوزير الجديد طبعا الدكتور اشرف صبحي، والناس متفائله بيه جدا، راجل مجتهد وراجل عنده بيعمل مجهود كبير جدا اكيد في الوزاره، وهيعمل كمان وهيقدم المزيد للوزاره خلال المرحله المقبله. فبالتالي النهارده كان مؤتمر صحفي مهم، حضر المؤتمر عدد من قيادات الوزاره ولفيف من الساده الاعلاميين والصحفيين وكبار النقاد الرياضيين، والوزير يمكن يتكلم مع الحضور وادهم فرصه لطرح بعض الاسئله واللي بتخص طبعا اليات العمل وكيفيه الفتره الجايه او كيفيه هذه الاليات هتكون مقدمه بشكل ازاي خلال الفتره الجايه من قبل وزاره الشباب والرياضه، واللي اكيد عليها او عندها كمان ملفات كثيره وعديده هيشتغلوا عليها خلال الفتره الجايه، واهم ملف فيها يعني ملف عوده الجمهور، يعني شيء اكيد مهم جدا عوده جمهور الكره المصريه بشكل طعم مختلف للكره اللي متفرج عليها في مصر. على فكره احنا عندنا امكانيات لعيبه كويسه في مصر، يعني مش وحشين والله، بس هو المشكله في الامكانيات اللي بتتمثل سواء في ارضيه الملاعب، اللي ان شاء الله يتم التركيز في هذه الجزئيه خلال الفتره المقبله وتعديل ارضيه الملاعب. اي مكان بره بيبقى الملاعب بصراحه مميزه جدا، فنتمنى التركيز في هذه الجزئيه. جزئيه كمان عوده الجمهور، لما يكون متواجد جمهور كبير في المدرجات، يعني حتى لو الفتره الحاليه مش هينفع يبقى الجمهور كتير، لكن طبعا البدايه لازم تبقى بعدد قليل وبدايه تدريجيه في عوده الجمهور للمدرجات، وده ان شاء الله هيكون محور
الحديث خلال الفترة المقبلة داخل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور أشرف صبحي، وهيكون مركز في هذه الجزئية، وهيكون إنجاز كمان يحسب له في حالة عودة الجماهير للمدرجات، عشان شيء مهم جدا وشيء مميز من قبل وزارة الشباب والرياضة. إن شاء الله هيشتغلوا على هذه الجزئية خلال الفترة المقبلة. نتمنى لهم كل التوفيق، وان هم ان شاء الله ينفذوا كل المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها في الفتره المقبله ان شاء الله. كل التوفيق لوزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي، واكيد يعني الراجل يعني ملم او عارف كويس جدا المسؤوليه اللي هو فيها، واكيد عنده طموحات كبيره جدا، عايز يضيف لنفسه وللوزاره بشكل كبير جدا، عايز يساعد كمان بعض الانديه، وبالتحديد كمان الانديه الجماهيريه في بعض الامور، سواء من الناحيه الماديه من الناحيه الانشائيه كمان، وده شيء مطلوب منه جدا خلال الفتره المقبله. نفسنا كمان الانديه الجماهيريه بالتحديد، يعني بخلاف الاهلي والزمالك اكيد عندهم امكانيات كبيره، اكيد برضه هيكون في مسانده من وزاره الشباب والرياضه لناديين كبار زي دول، لكن ايضا في انديه كبيره زي فريق الاتحاد السكندري مثلا، اكيد نتمنى له كل الدعم والتوفيق خلال المرحله المقبله من وزاره الشباب والرياضه، وخصوصا ان هو فريق شعبي كبير عنده جمهور عريضه في اسكندريه وفي كل مكان في مصر. في اكيد عدد كبير من الانديه الشعبيه، اكيد نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لهم ان يكون في دعم كبير جدا بالنسبه لهم من قبل وزاره الشباب والرياضه، عشان يرجعوا للصوره بشكل افضل. مش عايزين نشوف انديه كبيره بتنافس على الهبوط او بتنافس على البقاء في بطوله الدوري وتكون ليها دور كبير جدا في الدوري المصري، فده اكيد شيء جيد ومميز، ونتمناه كمان من وزاره الشباب والرياضه ودكتور اشرف صبحي خلال الفتره المقبله. نروح بقى لبعض الاخبار المحليه وتخص بعض الانديه الاخرى في مصر. يعني رئيس نادي نجوم المستقبل اللي هو طبعا استاذ محمد الطويله، يمكن قال ان كده ابراهيم حسن في الزمالك سيصدر العديد من الازمات. زي ما احنا عارفين ابراهيم حسن ده لاعب في نادي الاسماعيلي، كان في نادي الاسماعيلي قبل نادي الاسماعيلي، كان متواجد في فريق نجوم المستقبل. فريق نادي الاسماعيلي لما جه اتعاقد معاه، نجوم المستقبل اشترطوا ان يكون في 50% عائد بيع في العقد. يعني لو فريق الاسماعيلي رجع باعه لفريق تاني سواء داخل مصر او خارج مصر، يبقى فريق نجوم المستقبل ليه 50% من قيمه عقد البيع. فبالتالي الفتره دي نادي الزمالك كان بيحاول يتعاقد مع اللاعب، او بالفعل اللاعب كمان وقع لنادي الزمالك. فاستاذ محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل قال ان لو تم قيد ابراهيم حسن في صفوف نادي الزمالك دي هتبقى مشكله كبيره، وقال ان احنا لينا حقوق كبيره في اللاعب، ومن الاخر كده قال ان اللاعب مش هينفع يتقيد في نادي الزمالك، ولانه كده هيصدر اكيد طبعا المزيد ده من الازمات خلال الفتره المقبله. فبالتالي طبعا زي ما قلت لكم ان نجوم المستقبل هيكون ليهم 50% من بيعه، فاكيد الجزئيه دي ممكن تتحل خلال الفتره المقبله، لكن لسه الموضوع معلق بالنسبه لابراهيم حسن. بالمناسبه لاعب جيد ومميز، واكيد هيكون اضافه لاي نادي يروح له خلال الفتره الجايه. زي ما احنا عارفين وتابعنا طبعا قرعه بطوله الدوري الممتاز، واللي اسفرت عن اول مواجهه بالنسبه للنادي الاهلي امام نادي اسماعيلي، مواجهه قويه جدا وصعبه جدا، وبدايه بطوله الدوري لما بيبقى فيه مواجهه زي دي، ماتش جماهيري، ماتش قمه كمان في مصر، مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه مميزه، فبالتالي بيبقى صعب على الفرقتين ان هم يبتدوا مباراه بالحجم ده خصوصا مع بدايه موسم. لكن اكيد النادي الاهلي هيكون مستعد بشكل كبير جدا لبدايه الموسم ولهذه المباراه بالتحديد. النادي الاهلي عنده مباراه اسماعيلي، بعدها مباراه المصري، لو قدر يفوز في المباراتين دول ان شاء الله ركب بطوله الدوري، وده اللي مستنيينه دايما من النادي الاهلي كالعاده في هذه البطوله بالتحديد. لكن المدير الفني لفريق النادي الاسماعيلي خير الدين مضوي، المدير الفني الجزائري، قال ان المواجهه هتكون صعبه جدا في مستهل مباريات الدوري العام لموسم 2018-2019، وهتكون مواجهه خاصه جدا ما بين الفرقتين. وقال ان مباراه الاهلي ستكون اشبه بمباريات الديربي، هي مش اشبه مباريات ديربي، هو طبعا ديربي، هو الديربي دايما بيبقى ناديين يعني جنب بعض، لكن احنا دايما بنقول عليها مباراه قمه او ديربي كمان ما بين الاهلي والاسماعيلي. وايضا هو شايف ان هو ديربي ما بينه وبين كارتيرون، لان هو يمكن لما كان بيتولى تدريب احد الانديه الجزائريه خلال الفترات اللي فاتت، يمكن كان قابل مستر باتريس كارتيرون كمدير فني في هذا التوقيت لفريق مازيمبي الكونغولي، واعتقد ان مستر باتريس كارتيرون تفوق عليه في هذه الفتره، ان شاء الله كمان يتفوق عليه وهو مدير فني، يتفوق عليه وهو مدير فني للنادي الاهلي. فطبعا خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الاسماعيلي
قال ان كل فريق هيسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراه. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان تكون البدايه بالنسبه له بدايه قويه ومميزه ان شاء الله في بطوله الدوري اللي هيحاول يحافظ عليها النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. هنروح بقى لاخبار او الاخبار العالميه بشكل عام، لكن خلينا نروح الاول لفاصل ونرجع نتكلم عن كل ما يدور في الساحه العالميه بالتحديد.